هنروح سريعا الى القلعه البيضاء وتحديدا مع فريق نادي الزمالك. قررت اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره نادي الزمالك برئاسه الدكتور عماد البناني الاستئناف على قرار المحكمه الرياضيه في غرامه خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق. وكانت المحكمه الرياضيه قد ارسلت خطابا لاداره الزمالك تفيد تخفيض طبعا الغرامه الموقعه على النادي في شكوى مستحقات خالد بوطيب من 2 مليون و900 الف يورو الى 1 مليون و900 الف يورو. المحامي الايطالي الخاص بهذا الموضوع المكلف بمتابعه قضايا نادي الزمالك والشكاوى المستحقات في نادي الزمالك هتابلغ اللجنه الثلاثيه الى امكانيه الوصول بالغرامه الى 1 مليون يورو فقط بعد الاستئناف مجددا على هذا القرار. على صعيد كمان فريق الكره من نادي الزمالك يعني اوسوريو المدير الفني نادي الزمالك يعني بيجهز الثنائي الفريق الابيض ناصر منسي اوباما قبل مواجهه سموحه. وبيرغب اوسوريو في وصول ناصر منسي الى اعلى الجاهزيه الفنيه او البدنيه رغم انتظامه في التدريبات الجماعيه امس الاربعاء. يعني بيعاني اوباما من شد في العضله الاماميه منعه من المشاركه في مواجهه البنك الاهلي. وخاض ناصر منسي تدريبات خاصه في صاله الجيمنيزيوم بقرار النادي خلال مران الامس نادي الزمالك دون المشاركه في التدريبات الجماعيه. وشارك المهاجم بصوره طبيعيه في تدريبات الزمالك اللي اقيمت صباح اليوم وخاض كمان كافه الفقرات التدريبيه. كمان بالنسبه للحارس محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك اصبح قريب جدا من العوده الى التدريبات الجماعيه للفريق الابيض بعد اصابته كانت برشخ يعني في الركبه عودته مره اخرى خلال اليومين اللي فاتوا. محمد عواد يعني هينتظم في تدريبات نادي الزمالك اليوم الخميس عشان يصبح جاهز من الناحيه الفنيه والطبيه وتحت تصرف الجهاز الفني لنادي الزمالك بقياده الكولومبي خوان كارلوس سوريو. وأدى محمد عواد تدريبات كانت تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق اللي أقيم أمس الأربعاء. يعني بيعاني عواد من رشح خفيف في الركبة مما أدى الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس من أجل العودة إلى تدريبات الفريق. كمان بالنسبة لملف الإصابات داخل نادي الزمالك يعني بينهي خلاص محمود حمدي الونش مدافع الفريق الزمالك من البرنامج التأهيلي المحدد ليه من جانب الجهاز الطبي في شهر كان ديسمبر المقبل. وفقا للبرنامج الموضوع ليه عقد خضوع طبعا لجراحة الرباط الصليبي ومن المقرر ان يخضع الونش لمجموعة من القياسات البدنية وبعض الفحوصات اللي يتم بعدها تحديد موعد عودة اللاعب المشاركة في التدريبات الجماعية يعني بشكل طبيعي. والأقرب ان يعود المدافع الدولي لخوض المباريات الرسمية مع الزمالك بداية من عام 2024 وعودتها تكون مهمة جدا لخط دفاع نادي الزمالك ومؤثر بصورة كبيرة جدا في كل الكرات العرضية زي ما حضراتكم شايفين بيبقى في تداخل وبيبقى فعال فعلا على مرمى المنافسين وبيحرز أهداف مؤثرة مع نادي الزمالك. فبالتالي أكيد عودته هتكون مفيدة جدا لنادي الزمالك نتمنى إن شاء الله يرجع في أقرب وقت ممكن سواء نادي الزمالك أو منتخبنا الوطني.